اسمي أجواء عبد الرحمن، جنسية مغربية الأصل، خلق 1958 بمدينة طهران بالجزائر. ما في حقيقة اللي اكتشفت الخدمة ديال الألوان ديال ديسان كوم ديسان، وهنا انتقلت إلى مدينة طنجة في السنوات الثمانينات. تما بديت كنخدم كوم ديسيناتور اندستريال دون لو تيكستيل، دونك ديسيناتور دو تيكستيل. ومور هاد المهنة دفعتني باش ندير لا بانتور. بديت بلا بانتور كوم لا بانتور ابستريت. بعد المعارض اللي درت في المغرب، مدينة طنجة ودوتر فيل وماروك، جيت لمدينة بروكسل في المستقر حاليا ديفينيتيفمون. بديت كندير لا فوتو، اي ان مومون دوني قلت تيان علاش ما نخلطش لا بانتور اي لا فوتو. من هنايا جات هذه الفكره ديال هاد المعرض اللي داير حاليا في بروكسل في هاد العماره ديال لا كوكو في لا كوميسيون فرانسيز. الطريقه ديال الخدمه هي كنخدم بواحد الطريقه جديده، لان ما عمرها ما درت هاد لا تكنيك، سي نوفيل تكنيك. كنخدم على الزاج، دونك طريقه ديال الخدمه كل بلاكه ديال الزاج كنرسم فيها لون، وناخذ بلاكه ثانيه كندير فيها لون اخر، وبلاكه الثالثه كندير فيها اللون الثالث، ونقدر نوصل حتى لخمسة ستة سبعة تسعود ديال الالوان. دونك تسعود ديال لي بلاك ديال الزاج، وهذوك لي بلاكات كنلصقهم سو اكسبوزي وحده فوق وحده، وهنا كنضيف عليهم اناره قويه اللي كتعطي اللي كتخرج هاد الالوان اللي كتشوفوا دابا في هذا المعرض. وحاليا هذا المعرض تقريبا كدور هنا شي 100 لوحه اللي عندي حاليا في المغرب. شاركت بزاف في مدينه طنجه لان كنت ما عايش، لان عشت ما تقريبا 30 سنه في المغرب، وهنايا في بروكسل هذا اول معرض اللي عندي في بروكسل. ولكن جاوني عروض اخرى، واحده في الياج وكذلك في مدينة طنجة. عاود دو نوفو غادي نرجع للأصل، غادي نعرض في مدينة طنجة إن شاء الله في لو موا دافريل. بوغ لو مومون عندي أن أوتر إكسبوزيسيون أونكور بور لاني بروشين في نفس المضمون، وعندي إن شاء الله واحد بروجي ديال أن تورناج ديال لون ميتراج، يعني أن سيناريو. وكان pour le moment je cherche un producteur pour réaliser الفيلم ان شاء الله بحول الله. لان في مدينه طنجه في 82 كان سبق لي صورت اول شريط مطول اللي كيحكي القصه ديال المغاربه اللي مطرودين في الجزائر في عام 1975، اللي انا والعائله ديالي on fait partie ديال لي 45000 فامي اكسبيسي دو لاجيري، إكيفالون أ 375 ألف مغربي اللي طردوا من الجزائر 75. لأن دابا حاليا تقريبا غير هذا الصباح عيطت لي المسؤولة، قالت لي راه أكثر من النص اللي تبع، لأن هذه أنا درتهم في حد إطار ديال جمعية خيرية، وما درنا لهمش ثمن غالي، ثمن رمزي. كنظن هذا هو السبب باش الناس شراو بزاف هاد اللوحات. و اون بليس بزاف الناس كيقولوا بان سي نوفيل تكنيك، وهاد لا نوفيل تكنيك الناس عجبتهم، وكنتمنى ان شاء الله بحول الله غير تمشي شويه بعيد.